اشنا هي اخيب شمس العشيه وقعت كل ما بغاش نسالي؟ اخيب شمس العشيه خويا هي قاعد يدير الزواج. شنو قال لك في الزواج؟ دابا خويا مشيت واحد كنت غادي واحد النهار في الطوموبيل ديالي غادي تعرفت على واحد الدريه بقيت مع تعرفنا انا وياها واحد بهال مكوك واحد شهرين حتى ثلاث شهور. قلت زعما بلا ما نبقى ندور في الزناق وداك الشيء خرجت كنت كنخرج انا وياها وداك الشيء فاش كنا كنخرجوا انا وياها قلت بلا ما نبقى ندور في الزناق والله ما نمشيو نديروا الحلال. هي الدريه هي فرمليه كانت هي فرمليه مشيت بحال موكاك مشيت ديت والديا هضرنا مع دارهم من وراها داز واحد الشهر هكاك مشيت ديت لها الخطبه مشيت خطبتها جبت الدار عاد الدار جبت لها الشيء ديال الخطوبه الحوايج وداك الشيء ديتهم ليها فاش ديتهم ليها السيده صافي قبلنا صافي هضرتوا مع والديها هضرنا مع والديها كل شيء داز بخير وعلى خير بوا كيقول لك انا بنتي راضي عليها ما كتخرج ما كتدروش بنتي معقوله صافي كذلك مشينا داز واحد السيمانه بدا الدري ما بقاش هي هذيك ما بقاتش معايا هي هذيك واحد النهار خوادريه حامله شد الوجع تجي نديك عاد المدام حيت هي فرمليه قلت لها نديك للسبيطار باش تقلبك تما تشوف الطبيبه ديالك تقلبك وتقول لك شنو اللي كاين بحال موكاك جيت هي باش عيطت ليها باقا ما دخلتش الخدمه عيطت ليها قلت لها الو فينك قالت لي انا يلا جي في الطاكسي كاين الروطار وداك الشيء من بعد من هذيك جات السيده جات ويا تدخل قلت لها ما قالها التعطيل هذه قالت لي لا بدات كتعاود تحكي لي على التعطال وداك الشيء هي السيده شاده كونجي وما قايلاش لي انا شاده كونجي شاده كونجي وما قايلاش لي انا شاده كونجي وانا مشيت للخدمه على اساس بانها راه خدامه فاش مشات جات خوادريه ما لقيناش الطبيبه قلت لخوادريه يلا في حالك قلت لها سيري لبسي حوايجك شي تدخل قالت لي راه نسيت الساروت ديال البلاكار ديالي قلت لها شفتي شي صاحبتك ولا خذي شي طبيب مع شي صاحبتك وسيري دخلي تخدمي مع كوك خرجت انايا قاش دخلني الشك عطيت راجل خوادري السير ديال الطوموبيل قلت له اش غادي دير سير جيب لي الطوموبيل للدوره ووقف جاب الدوره نزلت انا مشى جاب لي الدوره ركبت معاه في الطوموبيل السيده جي خرجت ويتصوني عليا الو زكريا فينك قلت له انا راه مشيت انا قربت حدا الدار وانا راه باقي حدا السبيطار ويتم جي خارج وتقول لي خوادري ناري شافتنا قلت له ريحوا سكتي ما خرجت ويت شي تركب في الطوموبيل جاب شي واحد بالطوموبيل لا ركبت مع واحد في الطوموبيل صاحبها ركبت معاه في الطوموبيل بحال ما كان وهي تركب معاه هو يدوز من حدايا وانا نتبعو بقيت تابعو عاطي راجل الخوادريه الطوموبيل حتى هي عارفه كتعرفني انا عطيت راجل الخوادريه الطوموبيل بارك كان حداه هي هو غادي من تما من حدا السبيطار هو غادي من الحي محمدي وغادي هو انا غادي تلزنا حتى الكبيره حدا موالين في كاين كيبيعوا تما ديك ديال الطين وداك الشيء هما يدوروا الكابانوات يلا غيدوروا الكابانوات هو يضرب على الطوموبيل قلت راجل خوادريه سير نيشان درت غادي نيشان زاد نيشان هما يجيبوا الرومبا وهما يدخلوا الكابانوات مع دخلوا الكابانوات قلت راجل خوادريه رجع لي مارشاريان وانا رجع عندهم ويبان لي راه طافي الضو قلت خوادريه اش غادي دير شوف نقولكش كلمه الطوموبيل ما تخافش سير عرضوا لي مش ما كان عرضوا لي حبسوا لي مشاو يعرضوا لي وانا نزل نجري حيت لي الساروت بحال موكايا هي شافتني تصدمت هو ما عرفنيش حيت لي الساروت قلت لي مع شكون هي هذه حتى ويقول لي هذه خطيبتي شوفوا كان هي لا خطيبتي وهي شنو قالت هي تصدمت صافي تزيزنت صافي ما بقاش كتهضر ديك الساعه شديت انا الاخر بديت كنهضر معاه طلع لي الدم وانا نضرب فيه في هذاك الليل تما خوادري شديتها حتى هي بقات كتصرفق فيها صافي وانا نعيط للوالد قلت لها البلا اللي طاري وطاري حصلتها هي غدا مع واحد كيولي كيقول لي با بنتي معقوله وديانيه وداك الشيء صافي جا عيطت على باها جا عدي تما في هذاك الليل جا عدي الكابانوات قلت لها بنتك هي كتقول لي بنتي معقوله وبنت الناس وهذه اللي مربي كتقول لي انا التربيه عليها تربيتي جا الوالد هو بشعل مع المعيور جاو مال جاو الجدارميه ما بغاش نصيفطهم للحبس والله ما بغيت قال لي الوالد صيفطهم قلت لي لا قلت لي حشومه صافي مع كاك سميت غادي ويقول لي الوالد عاد غادير الخلا هذا والقيفار هزهم خلا نوصلهم حدا ديال دارهم صافي زيتهم ديتهم صافي ديت السبيطار ويقول لي با وانا نقول با عرفتي بنتك كتقول هي خدامه كذبه عليك كذبه عليا قلت لي راه بنتك راه شاده كونجي ديال كذبه على با كذبه على دارهم كتقول لي ما انا خدامه الليل عندي بيرمانونس الليل وهي راه كتشي تبات مع الصاحب لا حول ولا قوه وهذه اخي في سلسله عتيري وقعت لي يا اخي
والحمد لله بعدا منين عرفتيها ومن وراء هذيك اخي جا واحد خالي سمع هذا الشيء وبقى بقيت فيه بقيت فيه وي غنديك الشلوح هي واحد صاحبي هي غنديك واحد صاحبي راه بنتو ناض واعره وهذيك صافي تفارقتي معاه تفارقت هذيك مع هذيك صافي ساليت معها ويقول لي خالي عاد غادي دير ويقول لي يلاه غنديك نمشيو للشلوح فين جيت اي تعراب طلعه ديال ازيلال زيد صافي مشينا شفت الدريه عجبتني عجبتها هذه وحده اخرى هذه وحده اخرى هذه عجبتني عجبتها شويه مشينا حنا للدار جينا لكازا بهذاك الليل جينا صافي داس واحد 3 شهور هكاك هزيت الدار هزيت الواليد وهزيت الواليد والخوادريات وخوتي ديتهم للشلوح ديت معايا الدهاز وداكشي ديال الخطبه اللي كيديو العادات البيجامات لا هادي ماشي فرمليه هادي اكثر من الفرمليه كيقول لك سير للشلوح مشيت صافي السيده صافي بجيت لقيتها موجدين داكشي عارضين على المقدم ديال الدوار هادي ملي غنشدهم اول نقطه كاين المقدم ديال الدوار وجا خاله عسكري جاو حضرنا درنا الخطبه صافي اتفقنا على الصداق شحال غنعطيو شحال والحوايج اللي جبت ليها وداك الشيء صافي خرجنا قال لي المقدم جي جبت اوراقك واوراقها هي انا على حسابي وانا اللي غني غندخل لكم في الكاعط باش غديروه مشي جيت للدار كنت كنجمع في الاوراق واحد النهار كنت عاد خالي الله يرحمه عاد عمي الله يرحمه كنا باركين عاد ويصوني عليا التليفون سر عيط لي باها الو كي داير ولدي زكريا بخير والدريه راه ما بقاتش باغا ويلي علاه ما بقاتش باغا علاش ويقول لي راه قالت لك صافي ما بقيتش باغا البعد عليا قلت لي وانا نقول لها الحميم قول لي دابا شنو كاين من الاخر جيني الصراحه جاني الصراحه ويقول لي راه جا عمها هو اللي هو اللي دور لها البرنامج قلت لي شوف نقول بجوج كلمات قلت لي انتم دابا دايرين محاوله تما ديال النصب والاحتيال تما في هذيك القضيه اللي دايرين انتم ديال الزواج هذا انتم دابا بحال نصبتوا عليا وانا صافي قطعت عليه الغد لي وانا نعنصوني على المقدم اللي كان حاضر قلت لي السلام عليكم معكم السلام كي داير مقدم بخير هادي ويقول الله يحفظك قلت لي سمعت هادشي اللي واقع ولا ما سمعتيش كيش واقع قلت لي راه داروا عليا الناس دي ديال الزواج اللي كنتي معايا فيه في الخطبه وداك الشيء صافي المقدم قال لي صافي قطع واحد شويه غنعاود نجاوب وانا نصوني عليه هو يصوني عليا المقدم عاوتاني قال لي صافي الدريه ما بقاتش باغا قلت لي شوف تترك شاهد قلت لي راه هضرت مع خالي دابا راه كاين كوميسير هي هذه راه محاوله النصب والاحتيال اللي انتم كديروا في هذه القضيه وقلت لي انت راك داخل في هذا الموضوع هذا قلت لي شوف نقول لك من الاخر غترجعوا لي رزقي اللي خسرت هذيك 30000 قلت لي شوف غترجع لي رزقي قلت لي اليوم يرجع لي رزقي ويعيط لبا وما يرجعوا لي 15000 سيطوا لي في كاش بليس 15000 15000 يرجعوا رجعوا لي 15000 ديالي في كاش بليس ما يديولك ما يديوش ليا المهم ديتي بعد النص ديت النص ديال ما يبقاش فيك الحال مي بقاش فيك الحال انت تبغيها لا ما بغاش بحال موكاك راه كيبقى فيك الشمسه واحد الان باقي دابا زوفري لا دابا تزوج دابا تزواج ولات وليات ياك تبارك الله الله يخلي لك مرتك ووليدك امين ومزيان اخويا شوف الخير فيما اختار الله ولا يصيبنا الا ما كتب الله هذوك جوج بنات كاملين ما كانوش مكتبين لك هاد السيده هي اللي مكتبه لك هذاك الشيء اللي كاين شنو النصيحه اللي تنصح بها الناس النصيحه اخويا اللي ننصح بها الناس ما يبقاش واحد يزرب الزربه ما خداماش الناس اللي بغى يتزوج كيقول لك تزوج ليله تدبيره عام ما تجيش ودير طيحه المسن في الواد حيت المسن اللي لحتي في الواد ولا في البحر كيفوندي وراه كذلك مثال الزواج حيت الزواج اخويا ما كانش مبني على الصدق راه ما كاين والو بحال الموبل الموبل دا ولا كانت مبني على الغش الغش يريب كامل كيريب كامل دقه واحده وكذلك هو مثال اخويا ومرحبا اخويا الله يخلي لك الوليد ديالك كيف ما تعرفوا شمس عشية واحد البرنامج شوعوي ماشي للفرجة انما للعبرة باش نستافدوا من اغلاط ناس حتى انتم الا عندكم شي شمس العشية او لا شي شمتة راسلوا لنا في بريد ديال الصفحة وغادي نجاوبكم ان شاء الله والاراء ديالكم في لي كومونتير كيمونا بزاف السلام عليكم